ريهام تعالي لو سمحتي. ما تواخذوني، ريهام كان بدي شاي، شوفي شو بدهم بعدين جيبي لي كاسة. بعتذر بس أنا مستعجلة كتير. ما مشكلة، بدبر حالي. كيفك ريهام؟ نشكر الله أنا منيحة. حبيبتي ريهام، إذا ما في عندك مانع بدي عزبك بشغلة صغيرة، فيكي تعتبريها خدمة لإلي. دارين خانم، معقول يكون عندي مانع؟ هذا واجبي، ليش عم تقولي هيك؟ ما بعرف، يمكن إجتك ترقية وهالنوع من الشغل ما عاد يناسبك. معلوم، ما أنتي صرتي بطلة الوكالة الخفية مو؟ ممكن أعرف شلون هيك؟ كيف صرتي البطلة تبعه لمدير الشركة وبهالفترة القصيرة هي؟ جنبك يمكن بالغ شوي لأنه أنا. إيه طبعاً عم يبالغ كتير، انتبهت لهالشي. تفضلي هدول. لو سمحتي بدي من كل وحدة 6 نسخ ومعك ربع ساعة بس. يعني مستحيل هالشي، شو ربع ساعة؟ ما بيكفي هالوقت. مو بس طباعة، بدي تعمليها مجموعات كمان وبتحطيها بملفات وبعدها على طاولة غرفة الاجتماعات، وأول ما يبلش الاجتماع بتكوني موجودة. عم تفهمي؟ ايه فهمت دارين خانم. ايه منيحة كتير، المهم انك فهمتي هالشي بيسعدني. تفضلي على شغلك. شغلك السنة الماضية كان أحسن بكتير من هاي السنة، انتبه ها، عم تكرر الفكرة، حاول تجدد. فهمت. مثلاً شوف هي جيجي جنبك بده شاي، خذ له كاسة. طيب ريهام أنت منيحة؟ دارين خانم رح تجنني. اسمعي لقلك، حاولي تسايريها شوي أحسن ما تتقلعي من وراها. يا ريت اتقلع. جنبك تفضل الشاي. ليش انت اللي جايب الشاي؟ بتذكر طلبته من ريهام؟ نفس الشيء، هذا الشاي تبع ريهام، يعني اذا بدك برجعه بتجيبه هي. ايه رجعه وخليها تجيبه هي، مشان تتعلموا وما تشتغلوا شغل بعض. طبعا معك حق، المفروض نتعلم اصلا، كل واحد بالشركه لازم يشتغل شغله وبس. مزبوط. ريهام خدي الشاي وروحي على مكتب جامبيك. بلا حكي فاضي، مو شايفني قديش مشغولة؟ بعدين أنا ما توظفت هون لخدمة جامبيك وبس، أنا شغلتي أخدم الشركة كلها، روح وقل له هالحكي يلا. ريهام شو عم تقولي؟ مديرك مصر إنه أنت تاخدي له الشاي، شو أعمل أنا يعني؟ ما بتعرفي قديش عصبي؟ شو صار لك؟ معقول نتقلع من هون لهالسبب؟ كمل طباعة عني لكان. طيب. عن جد رح موت من هالشغل الزفت. جان؟ معلش تساعدني شوي؟ طبعا. لك هذا اللي هون منيح كتير كتير كتير، شوف ماشي. طلع. بس ما كنت عم أعرف قرر إذا منيح ولا لا. طيب اللي في شي غيره قبل ما أروح؟ أنا طالع على المطار، لازم سافر على أنقرة مشان ألقي كلمة، وبكرة الصبح مر على الزباين وبعدين بجي. حتلقي كلمة؟ بعرف شو رح تقول، كله حكي فاضي بلا 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 بلا. يا ريت لو فيني يكون معك وتمسخر عليك. تقنيات إدارة الأزمة بعالم الشؤون المالية، أنت ما بتفهم فيها. لا لا، أنا شو بفهمني بهالقصة؟ ما بفهم فيها. ورجيني انت منيح ما هيك؟ اه مانك عم تفكر بالانفصال؟ ورجيني وشك، ملامحك مقبوله معناتها انت منيح. كله بينحل، ما تاكل همي. ايه يعني المساله حالي رح كون. شو بدي اساوي لحالي؟ عم يمدي اتمسخر. اتصل فيني من اتمسخر من بعيد لبعيد. هذا برد، شلون بدي اشربه؟ صحه وهنا. اسلموا. شو عم تعملي؟ لو سمحتي ديري وشك لهنيك. شو عم بصير معك؟ ما بعرف. تعرفي عجب؟ لا مو حلو. ممكن تقربي لقدام شوي؟
شبكي؟ والله شغلك حلو كتير، مبين انك عم تشتغلي بحب، شوفوا شغلها عن جد بجنن. جان بيك، لحظة لو سمحت. صحة وهنا. تفضلي. لك هدول ورايي. ايه كثير. سمر بدي تبعثي لي الجداول. ريهام تعي على مكتبي شوي لو سمحتي. جان؟ جان وينك لهلا؟ نحن بالاجتماع وعم نستناك، تفضل. ما بطول راجع. الشعار اللي فكرت فيه أنا لا أهمية لشيء سوى الحياة العضوية. مميز هالشعار، شو رأيك فيه جان؟ ممتاز، حلو، معظم الأفكار اللي شفتهم مناح. في أفكار تانية كمان؟ طبعاً في إيه، وبظن إنه هالفكرة رح تعجبك. أنا رح أقوم أشرح لكم إياها. شوف هاي الدجاجة مثلاً، بتقرر تترك المزرعة أو تمشي لأنه أسلوب الشغل مانو عاجبك. الدجاجة بتلبس ثيابها وبتظبط الجرافي وبتطلع قدام المدير وما بيهمها. بتوقع هي أحلى فكرة انطرحت لهلأ وحبيتها كتير. بدي أعطيكم الملفات. حطيهم على الطاولة لو سمحتي، كمل فكرتك مروان. تطلع وهي عم تقول هذا الكلام، يا أما بعيش بوسط عضوي نظيف مثل أي دجاجة شريفة، يا أما ما ببيض أبداً، بخلي البيض جواتي كل العمر، وبتضل هالدجاجة تعند لحتى يحققوا لها مطالبها. حلوة الفكرة، بس شو الشعار؟ شو الشعار؟ لحظة ريهام وقفي، ريهام، شو الشعار لهي الفكرة؟ كأنه نسيتي تقولي لي. مروان شو خص ريهام بالموضوع؟ الفكرة ريهام عطتني إياها وأنا طورت عليها شوي. والله جد؟ ريهام هي فكرتك؟ لا لا تنكري ريهام، فوتي لشوفي، ما أنه فكرتك المفروض نناقشها. هي شو إلها علاقة بالاجتماع الإبداعي؟ شو بدها تعمل معنا جان؟ إيه طيب، بتكون ريهام عطت الفكرة لمروان صدفة من خلال حديث عابر، بس يعني هو يلي بيكون طور الفكرة أكيد، مو هيك مروان؟ مجرد اقتباس. الفنان بياخد الإلهام من وردة، من فراشة، من حشرة، يعني هي مو فكرتها إلها. مو فكرتي، لا ما عملت شيء أبداً أنا. ريهام فوتي عادي لو سمحتي، مشان تجربي جو الاجتماع الإبداعي وتاخدي فكرة عن المواضيع اللي بتتناقش هون. تفضلي لجوا. قلي لي شو الشعار. طيب يلا كمل. طيب، مع الأسف وصلنا لأصعب جزء من اجتماعنا اليوم. على الطاولة قدامكم ملفات، وبهي الملفات موجود تاريخ شركة غالينا وإنتاج الدجاج السنوي والبيض كمان، وفي المصانع وقيمة الخسارة والربح، وفي مشاريع المسؤولية الاجتماعية والحملات الإعلانية يلي عملوها لحد اليوم كمان. رح نلخص ال 246 صفحة ب 25 صفحة، نحط فيهم المختصر المفيد للزباين. مين فيكم قدها؟ يعني دارين خانوم، مجرد قراية بدها أكثر من 3 أيام. كيف بدنا نساوي هالشي ونحن مشغولين على طول؟ وزعوا الشغلة عليكم. تماما. أنا فيني ساعدكم إذا بتحبوا، لأنه حفظتهم وأنا عم أطبعهم. حفظتي 246 صفحة وأنتي عم تطبعي ريهام؟ ما في شيء. طبعا كالعادة بتحبي إنه تستعرضي قدراتك، بس لا تبالغي لهالدرجة بليز. طيب مو مشكلة، اختبريها، اسأليها لنشوف. تمام. شو المشكلة بسألها؟ رح أسألها بشكل عشوائي كمان.
أعطيني معلومات الإنتاج لمصنع أفيون بعام 2016. هاتي لشوف. كانون الأول 128342 جاجة و 946336 بيضة. كانون الثاني 128348 جاجة و 963800 بيضة. وشبه خلص وقفي وقفي فهمنا. ما بتعرفي توقفي بنوب معقولة أنت؟ يعني بتبلشي حكي وما بتسكتي بنوب؟ اتفقنا، معناها المهمة لإلك طالما أنت حابة، وخلينا نشوف شغلك. وهيك بيكون اجتماعنا انتهى، حكينا بالأمور كلياتها، ما هيك؟ المسا رح نشتغل إضافي، منطور أفكارنا ومنتناقش فيها ومنشوف شو في شي جديد كمان. بكرة لازم يكون الموضوع منتهي. جانبيك أنا بدي أطلع بكير اليوم. بدك تهربي مو هيك؟ بدي أطلع إذا سمحت. ما سمحت. ليش عم تحكي معي بهالأسلوب؟ طيب يا جماعة، المسا بتجتمعوا بالبيت عندي ومنراجع أفكار الحملة مع بعض ومنتناقش بكل شيء سوا. عم بستناكم. ماشي. أوكي. ريهام تعالي معهم.